ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين في فقرات اسرار الحياه. النهارده فقرتنا هتكلم عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا، بس النهارده الشغل الاونلاين بتاعنا مختلف عن اي شغل جبناه. النهارده هنتكلم عن البنطلون، مختلف، لان احنا النهارده جايبين بنطلون الانسه او المدام هتلبسه مش هتحس خالص ان هي بالفعل لابسه بنطلون، وكمان هيبين ان احنا ان هيشيل الديفوهات اللي موجوده في الجسم. البنطلون بتاعنا هو اسمه بنطلون بديل الكرسي. طبعا هنتكلم عن خامات والماتيريال وعن الشكل وهنتكلم عن كل حاجه. ما طبعا في البدايه ارحب بالضيوف بتاعتي، استاذه ايزيس اهلا وسهلا بحضرتك، استاذ ميلاد اهلا بحضرتك، استاذ سعيد نورتونا في اسرار الحياه. في البدايه استاذه ايزيس ممكن تعرفينا بحضرتك شيري؟ انا ايزيس، اسمي ايزيس شحاته، والاسم يعني المعروف متعارف مع العملاء بتوعي شيري على اسم البيج عندنا. تمام. بس مسؤولة السوشيال ميديا والاونلاين وكده. تمام. استاذ ميلاد عرفهم حضرتك. ميلاد شحات، صاحب مصنع شيري السوري. تمام. وماسك برضك المكان والعمال بالمصنع كله. اهلا وسهلا. استاذ سعيد. انا ميلاد شركه مع بعضينا، بدانا مع بعضينا انا وهو في البدايه، ولسه مكملين ان شاء الله. مكملين مع بعضينا ان شاء الله. اهلا وسهلا. في البدايه طبعا هنسال استاذه شيري، ايه فكره البنطلون اللي الناس عامله عليه اقبال شديد ديت؟ يعني بنطلون، فانا عايزه اعرف ايه البنطلون ده اللي الخامه والماتيريال بتحس ان الخامه كويسه، مش حاسه خالص بالخامات بتاعته. تمام يا فندم. هو بصي، فكره البنطلون ان هو بنطلون اتنين في واحد، بمعنى ان هو بنطلون بنطلون خروج وفي نفس الوقت بديل كرسي. يعني عشان عملاء كتير بتخش تسالني طب هو ينفع خروج، طب ولا لازم تحت الهدوم يعني؟ فلا، هو في خروج ينفع اخرج بيه وفي نفس الوقت بديل كرسي. بيلم منطقه الديفوهات دي بالظبط. بيلم المنطقه دي، وده سبب اقبال الناس عليه. طيب بالنسبه لاستاذ ميلاد، الخامات المستخدمه في البنطلون؟ خامه مستورده ليجن قطن، الكره بتاعتها قويه. ورينا طيب كده يا فندم. بص يا فندم، دي الخامه. تمام. هو بنقول بديل الكروسيه، بديل الكروسيه بمعنى ان هو يكون الكره بتاعته قويه. مهما تشد فيها تاخد وتدي. تاخد وتدي. أوكي. هي مطلوب انها بتلم عيوب الجسم. الكره لازم أن تكون قويه عشان تلم عيوب الجسم. تمام. طب الخامات المستخدمه يا فندم برضو؟ كخامه، خامه مستورده من اعلى الخامات. تمام. بالنسبه للالوان، شغالين في 8 الوان اهم قدام حضرتك. تمام. كمان انا ملاحظه ان برضو الخامه كويسه والشغل اصلا تقيل، يعني بالرغم ان هو مريح بس الخامه تقيله. خامه تقيله يا فندم. بصي حضرتك، مش بتشف الجسم. بصي حضرتك. تمام. الخامه قوتها في لكرتها. اللكره دي يا فندم بتلم عيوب الجسم. لازم أن تكون قويه. تمام. تمام. فالالوان انا لاقيه هنا بني ولاقيه زيتي وكحلي كحلي ورمادي ومبيتي. هي دي الالوان المتوفره عندكم. تمام يا فندم. تمام. استاذ سعيد، عايز اعرف هي المقاسات وان سايز ولا في مقاسات طبعا للبيج سايز؟ لا يا فندم، عندنا المقاسات تبدا احنا من مقاس 30 لحد مقاس 52 وغير كده وكده. احنا بنلبس بالوزن. يعني نبدا من 40 كيلو لحد معاك مثلا 160 و170. وفي نفس الوقت اللي يلبسه مقاس وزن 40 كيلو بيبقى مظبوط عليه زي اللي هو وزنه مثلا 140 و130. اكيد. يعني طبعا هو مش مقتصر على مقاس معين، يعني ممكن لمس كمان ان الانسات اللي هم جسمهم. تمام. جسمهم كويس. بالاضافه لان المنتج بتاعنا برغم من ان هو يعني بيكون على قد الجسم بحيث ان هو بديل كرسي، ولكن مش بيشف الجسم. يعني هو في عملاء كتير بتقلق من حته ان هو يكون بيشف الجسم او كده. لكن احنا النقطة ديت حليناها في المنتج بتاعنا. مريح في نفس الوقت برغم ان الخامة تقيلة وقوية، وفي نفس الوقت مريحة في الحركة، بتاخد وتدي معايا في الحركة، مش بتبقى مضايقة. في بقى حاجة سألونا بيها المشاهدين، ان طبعا كلنا بنخاف من الحاجة اللي بتظهر على السوشيال ميديا مش هي اللي بتوصل للعميل.
فايه اللي هي المصداقيه بتاعت حضرتك في العرض؟ يعني ايه اللي يضمن العميل ان اللي انا شايفاه دلوقتي هو اللي يوصل للعميل؟ اللي يضمن لك يا فندم ان المنتج هيوصل حضرتك، تقدري تفتحيه وتشوفيه براحتك خالص، ولو ما عجبكيش اكيد ما تستلميش. ولكن عايزه اقول لك استاذه هند ان هي العملاء بتوعي عايزه اقول لك بيخشوا يقولوا لي نصا كده، يعني استور ظلمه المنتج حقيقي، يعني بيقولوا لي احلى وافضل كمان من استور بكتير. والله برضه انا عايزه اقول للساده المشاهدين حاجه، انا اللي خلاني اصلا اتواصل مع شيري ستور ان انا بالفعل جربت المنتج، ولما جربته وارتحت ليه عملت تاني اوردر تاني وتالت، لان صراحه الخامات كويسه. ده اللي خلاني اصريت ان انا اجيب النهارده شيري ستور موجوده عندنا علشان اعرف ايه السر اللي خلى اي حد يطلب اوردرات مره واثنين وثلاثه. طيب في حاجه تانيه بقى انا عايزه اعرف من استاذ ميلاد، ايه مشاكل البيع الاونلاين؟ ما عندناش مشاكل، ما عندناش مشاكل لسبب ان احنا مريحين العميل بتاعنا. ازاي؟ مريحينه من ناحيه خامه، احنا بنتكلم في مصداقيه، لما بنتكلم على خامه نظيفه فهو بالفعل خامه نظيفه، بنتكلم على جوده بالفعل في جوده. لو ما لقيتش الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي او الالوان او الخامه او الدقه او بمعنى اصح ان الشغل تلاقيه نظيف ما تستلمش، وبدون مصاريف شحن. بجد يعني؟ بجد. بدون مصاريف شحن. ما دام ما لقيتش الثقه دي من خلال اعلان شيري ستوري ما تشتريش، ما تشتريش. عين المنتج لو ما عجبكش ادي للمندوب وما تدفعش مصاريف شحن. كمان هما حلو جدا في المصنع بتاعهم، دقيق جدا. حضرتك في مش هتخسري حاجه، تقدري تطلبي تقدري تطلبي الاوردر بتاعك. انا طلبت اوردر واثنين وثلاثه، هو ده اللي خلاني حضراتكم تكونوا معايا النهارده وتطلبي تاني. لان صراحه انا اخدت الوان رجعت قلت لا ده انا عايزه الوان تاني، لان صراحه لقيت الخامات والماتيريال حتى الفينيش والتقفيل كويس. بتلاقي الخامات والماتيريال ساعات مش كويسه فبتقولي لا خلاص. وطبعا اهم حاجه في اي مصنع او شركه المصداقيه بتبقى اهم من الناحيه الماديه. تمام يا فندم. طيب انا دلوقتي سؤال لاستاذ سعيد، دلوقتي ترويج البنطلون انا لاقي ناس كتيره الحمد لله عليها اقبال على البنطلون، قول لنا ايه السر بقى بتاع الاقبال ده؟ السر ان احنا بندقق في شغلنا على اكمل وجه، ما بنطلعش حته كده وبس. اي حد بيمسك البنطلون، اي حد تاجر بيلبس، اي حد كده بيحس ان احنا عاملين حاجه يعني تنافس او تعادل للمستورد. تمام. وفي نفس الوقت السعر بتاعه يعني كمصريين احنا حنين يعني. انا كنت لسه برضه هسال استاذ ميلاد، انا لاقي ان سعر السعر بتاع البنطلون قليل ومع ذلك الخامه كويسه. هو يا فندم احنا المفروض في البدايه ان احنا عامه لازم نراعي بردك. وبعدين انا مش مكسبي في ان انا اسلم بنطلون، انا مكسبي ان اللي ياخد مني بنطلون زي ما حضرتك طلبت، خدت بنطلون طلبت واحد واثنين وثلاثة. تمام. يبقى انا ما ببصش دلوقتي ان انا ابيع بنطلون غالي، لا انا ممكن ابيع الاربعه مستريحين اكسب اكني كسبت في بنطلون واحد. اكيد. بس مش حد بيعمل زي حضرتك كده دلوقتي. احنا شغالين بما يرضي الله. عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله. طبعا انتوا تيم مع بعضكم. طب في حد بيساعدكم تاني في الشغل؟ طبعا. طبعا معانا مثلا فريق جوده، فريق فرز مثلا. اكيد طبعا. مسؤول مقاسات في البيج، في عندنا حد توصيل، في كتير عايزه شركات شحن. متعاقدين مع اكتر من شركه شحن بحيث ان احنا نكون عند العملاء في اسرع وقت ممكن. وعندنا الدقه في المقاسات دي اهم حاجه علشان المقاس يوصل للعميله مظبوط. والحمد لله يعني طبعا من الاهم برضو نجاح بالنسبه لحضرتك ان انت ادمن البيدج، من اهم النجاح هو شركات الشحن. يعني ساعات انا اطلب اوردر، الاوردر ممكن الخامه كويسه وكل حاجه بس للاسف شركه الشحن بتبوظ سمعه البيدج. طيب احنا معانا اتصال، معلش يا استاذه ايه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ايه. اهلا بحضرتك، نورتي برنامج اسرار الحياه. الله يخليك. اهلا بحضرتك او الحمد لله. طبعا احنا معانا النهارده بيجي شيري ستور، عايزة حضرتك تكلمينا عن الخامات والماتيريال، ايه رايك فيها؟ من ناحيه الخامات احلى خامه بنطلون اقسم بالله شفتها. يعني انا اساسا ما بحبش حاجات الاونلاين اصلا، ما بعتمدش عليها. كلنا بنخاف منها فعلا والله العظيم بجد وحيات ربنا. ما يعني اي حاجه اونلاين ما بثقش فيها. لان بيقول لك حتى لو ما عجبكيش الحاجه ادفعي الشحن وما تاخدهاش.
وانا كنت متفقه معاهم ان انا لو الخامه ما عجبتنيش ولا هاخد المنتج ولا هدفع الشحن. تمام. جربتيهم كذا مره؟ عايزه اخد بنطلونين بس. هو كان جايب 6 علشان اوردرات تانيه. تمام. والله عجبني البناطيل كلها فاخدتها. تمام. وده ومن غير شحن اساسا، هو كان عشان ده اول ما بتاخدي 4 او بتعدي الاثنين ما بتدفعش الشحن مجانا. طب ده حلو جدا العرض ده. قاعده في البيت والحاجه جايه لك ومعقمه وكويسه. ولا والتغليف والخامه والالوان وكل كل كل والله العظيم تحفه. فبعد ما خدتهم في مقاسات لقيتها مش مظبوطه قوي، انا مع ان انا اللي كنت طالبه المقاس. تمام يا فندم. والميزه كمان ان هي ايه، بتشوفي الوزن كام تقول لك انا هجيب لك المقاس المظبوط. خدته بعد كده لقيت المقاس ماسك سنه، لاني انا اللي طالبه المقاس. اتصلت بيها بقول لها، قالت لي عيني يا فندم في خلال يومين هيكون المندوب عند حضرتك بالمقاسات التانيه، نفس الالوان ونفس البناطيل العدد اللي انا مختاراه. جالي فعلا بعد يومين متغلف نفس الحكايه. اشكرك يا استاذه ايه. اشكرك يا استاذه ايه جدا ليك يا استاذه. احنا طبعا عشان هنتكلم عن شيري ستور هناخد الحلقه كلها مداخلات وهناخد الحلقه كلها شكر في شيري ستور. طيب في برضو سؤال يا استاذه شيري، بيقول النصيحه اللي بتقدميها ايه للسيده المصريه علشان تبقى تتعامل مع الشغل الاونلاين؟ هو اولا انا ببص على البيج، بشوف اراء العملاء عليها ايه، التفاعل عليها اخباره ايه، زي ما باجي ادخل محل بالظبط بشوف المحل ده اخبار الخامات فيه ايه الدنيا، فهي نفس الفكره بالظبط. وبعدين بشوف المنتج، انا ايه المانع ان انا اطلب واتشجع ان انا اطلب اوردر، ولو ما عجبنيش ما استلمش. في ناس اصلا بتتخض اول ما تقول لها شغل اونلاين، تقول لك لا مش مشكله انا انزل الاول واشوف لحسن اتدبس ومش هتدبس. أيوة. فطبعا احنا بنوضح لهم يا جماعه الشغل الاونلاين اصبح دلوقتي هو الاساس، كل حياتنا في الفتره القادمه هتبقى شغل اونلاين، والحمد لله اي بيج بيجي معانا بيبقى ليه مصداقيه. طيب بالنسبه لاستاذ ميلاد، انا عايزه اعرف خطتك الفتره الجايه. نصدر. نصدر بره. تمام. تصدر البناطيل. اصدر بناطيل بره. طيب بالنسبه برضو يا استاذ ميلاد، يعني انا عايزه اعرف هل في امكانيه ان حضرتك تعمل شغل تاني غير شغل البنطلون ده؟ اكيد طبعا. طب وضح لنا كده. هعمل جينز، بناطيل جينز برضك، وهعمل عبايات حريم. طب ده حلوه جدا، خططكم بقى الفتره الجايه تبقى كويسه، يعني هتفتح المجال اكتر من البناطيل. حاليا شغال فيهم دلوقتي، بامن دلوقتي بمعنى اصح، وبالفعل هاجي اعرضه هنا ان شاء الله باذن الله. استاذ سعيد، عايز اعرف ايه المستقبل بقى ان شاء الله مع استاذ ميلاد؟ المستقبل ان شاء الله ربنا يكرمنا كده، وممكن احنا نعمل من البنطلون ده نفسه، ممكن نعمل منه شلستون او برمودا او برتكول. احنا او احنا اوريدي عملنا الشلستون. انا بتكلم على البرتكول والشلستون. منه برضه ونفس انه يلم الجسم وكده، عشان هو خامه بصراحه فوق التحفه لاي حد يلبسه. تمام. انا شايفه اصلا ان انتم منوعين، يعني انا شايفه ان انتم شارلستون. بصي يا فندم، احنا البنطلون بتاعنا هاي ويست قمر عريض، الاستيك ده من افضل انواع الاستيك والخامات، علشان في عملاء كتير بيقولوا لي ان الاستيك ده ممكن بعد كده يتني او يبوظ في الغسيل. فلا يا فندم خالص، وده مش مش بكلامنا احنا، ده بشهاده كل عملائنا. القمر عريض ارتفاع 10 سنتي فوق فوق البطن، بحيث ان هو يلم منطقه البطن كلها، وفي نفس الوقت الشكل بيكون تحفه، يعني مهما كان الوزن بيدي شكل متناسق جدا للجسم، وبيكون شكله حلو جدا بالنسبه للبنات والسيدات. يعني اوقات كتير عملاء بيدخلوا يقولوا لي احنا بعد الحمل والولاده الدنيا باظت معانا، ففعلا حقيقي بيظبط معاهم. عندنا البني والزيتي والكحلي والجراي، عندنا درجه الجراي مش موجوده غير عندنا حقيقي في شيري ستور. بجد كل اللي اخذها قالوا لي هي فعلا مش موجوده خالص. مش موجوده اللون ده فعلا. مش حضرتك موجود. شفتيه؟ انا شفته واستعملته، ما عشان كده اول ما شفت اللون الجري ده قلت لا، يعني انا مش لاقيه اصلا. طيب في بصي بشهاده كل عملائنا بجد درجه الجري عندنا اللي هي الغامقه، في ناس كتير مش بتحب اللي هي الفاتحه الاوفر، فهي الدرجه دي متوفره عندنا فعلا. والنبيتي والكافيه جميل، والكافيه والاسود والاسود. طيب. ومتوفر منهم برضو نفسهم هم شارلستون.
لا نفس حلو. الموديل جميل. ونفس الخامة. أنا شايفة الخامة طرية وناعمة والأستيك كمان بيلم دفوهات البطن غير البناطيل التانية، يعني أي حد ممكن يلبسه وبصراحة إن هو يعني هيتمتع بقوام متناسق إن شاء الله. أيوه دي فعلا، وده بدليل إن العملاء عندنا يعني ممكن عميلة تدخل تشتري قطعة واحدة بس كتجربة اللي هي الناس اللي أول مرة تشتري فعلا أونلاين، بعد كده بيدخلوا أقل أوردر عندنا، اقل اوردر 3 قطع. حلو. صدقيني فعلا الثلاث قطع بيوصلها الشحن مجانا. طب ده حلو جدا، ده العرض ده احنا هنقول بقى للساده المشاهدين او قبل ان حضرتك لو خدت 3 قطع هيبقى العرض التوصيل مجانا ان شاء الله. لو التوصيل برضو في خلال ممكن اقل من 12 ساعه يعني في اوقات لو مستعجله داخل القاهره هنا القاهره والقليوبيه وجيزه ممكن قبل 12 ساعه يكون عندها. ولو ما طلعتش نفس الخامه ونفس الجوده ونفس التلبيس ما تستلمش وبدون مصاريف شحن. طب ده حلو جدا. واوقات يعني كمان بيجمعوا اوردر مختلف، يعني ممكن يكونوا مع بعض يجمعوا اسره اسره مع بعض عشان يفوزوا بالشحن، او يتصلوا ببعض ويجمعوا اوردر عشان يوصلهم الشحن مجان، ده غير الخصم اللي اصلا على البنطلون احنا عاملينه معظم ايام السنه كمان. يعني هو اصلا ده حضرتك قلت ان ده مش سعر البنطلون حقيقي بالنسبه للماتريال اللي فيه، ده مش سعره. مش سعره خالص، فاحنا عشان فعلا ثقه عملائنا تهمنا فاحنا عاملين الخصم للبنطلون وعاملينه معظم ايام السنه كمان ان شاء الله. في كل موسم في السنه بنعمله معظم ايام السنه، وكل العملاء مش عرض يعني ده مفتوح كده اللي هو طول ايام السنه، لان عملائنا بيخشوا يطلبوا قطع يعني اقل اوردر بثلاث قطع، فاحنا بنراعي ده وعملائنا مميزين بصراحه. احنا صراحه لما دخلنا على الفيديو بتاعكم وشفنا كميه الريفيوهات الموجوده صراحه انا ما كنتش متخيله ان اصحاب البيج يكونوا شباب كده. الخبره اللي في البنطلون على الاقل يعني تاخد لها 30 40 سنه كده، لكن انتوا كشباب وعملتوا الخامه الكويسه ده وترويج المنتج على اعلى مستوى فصراحه شابوه لحضراتكم. كمان احنا مش عايزين ننسى مجهود معانا حد دعمنا كتير وساعدنا كتير قوي قوي وبيوجهنا كمان، هو بروفيشنال قوي في الحته دي، استاذ ملاك ميخائيل، من هنا بنوجه له تحيه بنقول له ميرسي لدعمك لينا. اهلا وسهلا بيه طبعا، وميرسي اللي وقفتك معانا، ميرسي جدا. اكيد استاذ ميخائيل ملاك احنا من هنا برضو بنقدم له الشكر ان هو بيساعد وقادر ان هي تقف وتعمل مشروع. وقف معانا ودعمنا كتير بصراحه بتوجيهاته لينا. الف شكر ليه طبعا. استاذ ميلاد انا شايفه الوان. طبعا الالوان ديت لما انا اجي اغسلها هل في بتكش او غير ما بتكش؟ الالوان ثابته ولا بتروح؟ الوان ثابته. يعني احنا باخد البنطلون احطه في الميه الاقي الشكل خالص واللون بدا ينزل. فانا عايزه بقى الموضوع ده نتناقش فيه. تمام، احنا عندنا حته الشكاوي ده والبنطلون في اي حاجه بعد غسيله ترجع للشركه بتاعت شير ستوري وتقدم شكوى وتاخد بديله. ما عندناش الكلام ده، احنا خاماتنا دي بتاعتنا احنا، مش ما بتتقلتش. تمام. خاماتنا وشغلنا بالتيكت بتاعنا بالمصدر بتاعنا. لا احنا مديناك ضمان على الحته. لو في اي حاجه بتاعتنا. تمام. وبدليل ان انت مش خسران حاجه، انت بتطلب الاولدر. ما عجبكش ما بتستلمش. تمام. ما بتدفعش مصاريف شحن. لا. مش خسران حاجه، موفرين لك كل حاجه. احنا بس دي عشان ثقه في منتجنا وفي خاماتنا وفي شغلنا. احنا ما عندناش اي حاجه غير المصداقيه. اكيد المصداقيه اهم من الناحيه الماديه كتير. المصداقيه هي اللي بتخلي العميل يطلب اوردر مره واثنين وثلاثه. تمام. طيب بالنسبه يا استاذ سعيد، هل شغلكم في المحافظه القاهره بس ولا في جميع المحافظات؟ لا احنا شغلنا في جميع المحافظات، بس تقدر تقولي كده ان القاهره والجيزه والقليوبيه عدد كثافه سكانيه كتير، فاحنا اسكندريه دمياط طنطا 27 محافظه. يعني حضراتكم متواجدين في المحافظات كلها، بنودي جميع المحافظات اللي في داخل مصر، واحيانا في ناس بيترن علينا من السودان جالوا بينا من السودان في الخرطوم، في ناس كتير يعني حتى من بره مصر عاجبهم المنطلون، وهو قال المنطلون اي حد يمسكه
في جميع المواصفات اللي هي تخلي اي حد يشتريه. بيمشي على حاجات كتيرة. يعني الاسود ده لو انا لبست عليه سواري لبست عليه تي شيرت وحاجة بقى كاجوال. بيمشي على كل حاجة. اقدر اوظفه كتير في حاجات كتيرة. يمشي مع حاجات كتيرة أكيد. جدا. عندكم بقى شركات شحن ممكن توصلوا الاوردرات بيها لبرا، يعني اسكندرية، دمياط. موجودة الشركات الشحن موجودة متوفرة. متوفرين احنا، بس بيختلف بقى اللي هو قيمه الشحن من محافظه لمحافظه. تمام يا فندم. صح. يعني مثلا القاهره غير دمياط غير اسكندريه. لو اوردر يعني مثلا 3 قطع او اكتر بيدفعوا نص مصاريف الشحن بالنسبه للمحافظات، والشركه بتتحمل النص الثاني. لكن انتوا شركه جايه على نفسكم قوي يعني. وبرده لو ما عجبكيش اهم حاجه العميل برده يبقى مرضي، ودي حاجه مش قليله لينا ان احنا نرضي الناس، يعني بالذات الستات المصريين دول فوق دماغنا ومن فوق ان هم ستات يشتغلوا كل خير، وامهاتنا دول برضو يعني لازم نراعيهم ونخلي بالنا منهم أكيد. واحنا عاملين اقصى ما في وسعنا والله عشان نسعد الناس. احب اضيف حاجه، البنطلون دوت بنلبسه من 40 كيلو حتى 170 كيلو. 170 كيلو ده ما بيلاقيش اصلا مقاسه. مقاسه موجود ومتوفر عندنا. احنا بنلبس من 40 كيلو لغايه 170 كيلو. تمام. جميع المقاسات جميع الاوزان بتلبس من عندنا. تمام. في يعني في بنطلون كده بيبقى ايه بالنسبه للستات هتفهم الموضوع ده قوي، ان هو بيجي في وسط البطن كده يقسم البطن نصين. فبيبقى الشكل مش مستحب قوي. بيبقى شكل ولكن مسكوين. احنا مع المنتج بتاعنا حقيقي احنا حلينا المشكله دي، لان هو هاي وست فبيلم كل المنطقه ديت. كمان لو في ناس بتحب، في ناس بتحب تلبس ستايل حاجات قصيره شويه، فلو البنطلون بيلم الديفوهات كلها. بيبقى هاي وست مساعدك ان انت تلبسي قصير تلبسي طويل براحتك. استاذنك بس كده استاذ ميلاد على السريع، التواصل مع حضراتكم هو كده كده موجود على الشاشه، التواصل ارقام التليفونات والبيدج شير ستوري. تمام. شرفتوني النهارده والخامات والماتيريال صراحه عجبت المشاهدين، واتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق. الله يخليك. ارجو طبعا من الساده المشاهدين ان الفقرتين يكون حازوا على اعجابكم، وانتظرونا تاني في حلقات اسرار الحياه.